المولودية قدام فرص ذهبية في هذه الجولة، تسديدها الأولى لامين دياكيتي، محاولة ثانية مشات لكريم الهاني، فرصة الهدف القاتلة، جول 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 على الطير. صابر الغنجاوي يقضي على أحلام الفريق الخريبي بهدف وهي هدف، بطريقة وهي الطريقة، بلمسة وهي لمسة، وبتسديدة وهي التسديدة تباغت الحارس سمير الزين وتؤمن النقاط الثلاث بنسبة كبيرة للمولودية الوسطية. لاحظوا لعب بهذا الشكل بالرغم من الارتماء الرائعة، يتمكن من تسجيل هدف وبذلك يقضي على أحلام الفريق الخريبي في العودة في نتيجة هذه المباراة.